بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أيها الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في هذا اليوم الكريم، يوم الجمعة المباركة، نختتم هذا اليوم الكريم بيوم الوفاة لشهداء الأبرار الذين يحملون فينا فريضة الجهاد والوطن الثانية. Come on.
هؤلاء الذين يتوفون الأرض أخون لهم الشاب بس من تظلم منكم تغيير المدرع لما اللي جبتوه وانتوا اللي بتشيلوه وجبتوهم ليه وتشيلوهم ليه؟ قال يا مدرع بل أقول أغلب وبين
السفينة الأمريكية وبعض من الرجال العسكري. إلى متى نظر الدنيا تابعة للقلة؟ هي عبارة عن 2.8% من سكان مصر، 97% حينصروا 3%. أقول لابد لكل صاحب حق أن يسترد حقه، وأكون كذلك. نحن عشنا أكثر من 14 قرن ونعيش على أرض مصر، ويستقر غير المسلمون في أرض مصر كمواطنون لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم. ما كناش نسمع أبدا لا فتنة طائفية ولا فتنة مطروسية. عشنا بكل كرامة، عشنا كلنا على أرض مصر وبنشرب من ماء مصر. إذا لابد أن يعي المسؤولون في مصر أن مصر الإسلامية لن تتنازل عن أي حق من حقوقها كتبه الله تبارك وتعالى وسلمه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي النهاية أقول لأصحاب التنمية، أقول لوطن الشهداء الكرام، والله 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 لم ولن نقدر دماء هؤلاء الشهداء الأبرار، إنما الذي يقدرهم الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم إذا كنا يعني استأنسنا بكم ونرحب بكم، وترحيبنا هو ترحيب مصر بأكملها لكم، فهنيئا لكم، هنيئا لكل أسرة أصابها ما أصابها ونال شرف الشهادة إن أحد أبنائها استشهد في سبيل الله وكانت هذه الدماء ثمرة مثمار تغيير الجذر إن شاء الله لمصر الحرة، مصر الكرامة، مصر الحرية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم